أنا أتيت إلى سمو الأمير محمد بن سلمان بدعوة. لما جلست جلس بحميمية وبصراحة وبوضوح معي. أذكر ذاك الوقت تكلم عن صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحضر السيرة والتاريخ. نعم. الحقيقة بهرني. نعم. الله يعلم إنه من أكثر الشخصيات في العالم التي بهرتني في حياتي. عائد القرن، شيخ السلطان محمد بن سلمان، أحد الرموز السابقين لتيار الصحوة في السعودية الذين عارضوا وجود قوات أمريكية في البلاد إبان حرب الخليج الثانية عام 1991، وانتقدوا سياسات النظام السعودي فتعرض أكثرهم للاعتقال. ويعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا؟ لنحافظ على المقدسات، ولنحافظ على التوحيد، ولنحافظ على الأعراض، ولنحافظ على الدماء، ولنحافظ على الرسالة. في عام 1992 منع القرن من القيام بأي نشاط دعوي لمدة 10 سنوات، ليعود بعد ذلك بوجه آخر ويعتذر باسم تيار الصحوة للشعب السعودي. باسم الصحوة وبكل شجاعة وبكل صراحة، وإذا لم نتعلم فن الشجاعة وفن الصراحة فلا خير فينا، وما منا إلا راد ومردود عليه إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنا باسم الصحوة أعتذر للمجتمع السعودي. لا، هو لا يملك الحق أصلا أن يعتذر عن الصحوة، لأنه جزء من الصحوة لا يمثلها. انقلاب القرن على نفسه والخط الجديد الذي سار فيه يستدعي منه أن يكون انتهازية وأن يغدق المديح على العاهل السعودي. لبيك يا سلمان، جينا اليوم لعيون الوطن، أبشر بعزك يا زعيم المملكة يا أبو فهد. بعد قصيدة لبيك يا سلمان اتصل بي معالي الأستاذ خالد العباد، قال خادم الحرمين الشريفين، سمع قصيدتك لبيك يا سلمان وأعجبته، جزاك الله خير، ونبغى يقابل خادم الحرمين الشريفين في مجلس خاص. خادم الحرمين الشريفين أنعم وأكرم، والدنا ولي أمرنا وقائد مسيرتنا، أسأل الله أن يبارك في عمره وأن يوفقه ونائبه. وهذا الرجل قام بمواقف تجمل وتبيض وجوه المسلمين، فأسأل الله أن يجعل ميزان حسناته. وبعد تولي محمد بن سلمان ولاية العهد وتحكمه بشؤون البلاد، كان له القرن المديح وبالغ في التزلف والثناء. هو رجل ذكي موهوب، قارئ من الدرجة الأولى، ويكفن والد سلمان بن عبد العزيز في القراءة والفهم والدربة. هو تحديث للدولة، تجديد للدولة مع الكلمة. ولذلك شوف الآن يعني الأعمال التي قام بها تجديد، يعني ما مر بنا في فترتنا، أنا فترة عمري مثل هذا. مديح لم يذهب سدى بالنسبة للقرني. أنا ما جيت علشان أعطيها، ربي يدري، وليس أنا أطلب، لكن طبعا ما أتاك من هذا المال، معروف المسألة. دكتور عايض أنا أسميه العلامة بموسوعية الهائلة التي لدي، ومن أكثرنا نشاطا في الدعوة، ومن أكثرنا تسامحا وعفوا ومسالمة وبعدا عما يثير. الشيخ عايض بالنسبة لي صديق خاص وشقيق روح، دائما أهلي يقولون نعرف إذا كنت تكلم الشيخ عايض من ضحكك اللي ما نسمعه إلا معه. تنكر عايض القرن لرفاق دربه الدكتور سفر الحوالي والدكتور سلمان العودة وصهره الدكتور عوض القرني، فلم يدافع عنهم ولم يطالب بالإفراج عنهم، رغم علمه أنهم يقبعون منذ سنوات خلف القضبان بحجج واهية وتهم مفبركة. ولو أنهم تزلفوا لابن سلمان كما فعل عائض لكانوا أحرارا طلقاء. لم يكتف القرن بعدم الدفاع عن أصدقائه السابقين، إنما هاجم معارضي ابن سلمان وأخرجهم من الملة، متهما إياهم بخيانة الرسالة المحمدية، ودعا إلى قتلهم وإبادتهم. خانوا الرسالة، عقوا المنهج، تمردوا على الوطن، تنكروا للجميل، كفروا الإحسان. من خان وطنه لا يستحق البقاء،
وليس له أهل في الشرف ولا دور في الحياة، نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. أنا ذهبت بنفسي بايعة الملك بيدي على الكتاب والسنة، ذهبت ليلة 27 إلى مكة بايعة الأمير محمد بن سلمان على الكتاب والسنة. وش معنى البيعة؟ في المنشط والمكر. الآن ما عاد في منطقة رمادية. أنا الآن أعلن أنا سيف من سيوف الدولة. ولأنه أصبح سيفا لابن سلمان يقلبه كيفما شاء، تغيرت آراؤه وتبدلت أفكاره وتناقضت أطروحاته تبعا لمواقف النظام السياسية، حتى تندر بها القريب والبعيد. أنا أعلنت من زمان أني لا دخل لي في السياسة، وقلت هذا في عدة مناسبات. أنا أشعر بإحباط، وكل سعودي وكل مسلم يشعر بإحباط من باراك أوباما، وأنا أقولها أظن حتى قال أحد الكتاب الأمريكان، ويظن ما مر أعجز من الرئيس الأمريكي. يعني طبعا تبت من السياسة لكن بين قوسين، يعني ليش انقضي العادة بدأ عشان في أمريكا ممكن تكلم عنها. أنا شوف الوحيد يمكن ممن يعني مع مجموعة طبعا لم أذكر الجهاد في العراق ولا في سوريا. أنا أعلن من هذا المنبر في هذه الليلة، وهي أمانة في أعناقكم، أن يحيي الجهاد والتضحية والمقاومة في العراق. يجب على الشعب السوري وجوبا أن يحمل السلاح في وجه هذا النظام. وأبارك للشعب الليبي العظيم أحفاد عمر المختار هذه الثورة، وأقول لهم ثبت الله أقدامكم والنصر قريب. وشاهد الناس الليبيين أيضا، وشاهد العراق، العراق تدمر، وشاهدوا ما وقع في البلدان. صارت هذه موعظة طبعا. ما أصلا اللي بعد ما شاهد المناظر المأساوية والدمار والخراب ثم باقي بيفكر مجنون، هذا ما مرفوع عنه القلم. والجماعة هنا في مصر أتت إلى الحكم بالانتخاب، يعني من حقها مثل أي جماعة أخرى، فيعطون فرصة. هم لم يغتصبوا السلطة ولم يجروا عليها بنت، هم مصريون على كل حال، ولهم حق أن يحكموا البلاد. جماعة الإخوان جماعة خالفت الكتاب والسنة في مسائل. نادي جماعة الإخوان المسلمين بالمراجعة والاعتذار، تعتذر للشعوب التي سالت الدماء فيها، تعتذر مما حصل من حروب أهلية ومواجهات. أنا انتميت في الكلية إلى الإخوان يمكن آخر الأول الكلية 3 سنوات أو 4 سنوات. ليس عندي انضمام حركي أنا لجماعة الإخوان، لأن كيف تعرف انضمام؟ إذا باعت عندهم أظن بيعة تدخل التنظيم. أنا لم أباع إلا قادة هؤلاء هذه البلاد، وليس لي بيعة ولا انضمام حركي حتى التنظيمي هذا أبدا. الأتراك قام ابنهم البار والشجاع والبطل والرمز والنجم رجب طيب أردوغان أمام العالم، وأخذ بيريز وكسحه وأهانه. كان لي مقطع فيديو قديم مثني على أردوغان، كنت مخدوع به كغيري من المسلمين، كنت مغرور به، أظهر لنا حسنا ونحن نحب الإسلام ونحب من ينصر الإسلام، ولكنه أظهر لنا كلاما بان في الأخير الحقيقة، وظهر الرجل على حقيقته، وإذا له مواقف مشينة معيبة، منها العداء لبلاد الحرمين المملكة العربية السعودية. التقية التي يحملها لماذا؟ ليسلم رأسه؟ أصلا لو قال كلمة حق وقتل كان شهيدا، ورفعه سبحانه وتعالى وعظم أجره. إذا لم تستطع أن تسند الحق أو ترد على الباطل فلا تتكلم بباطل. لا، يعني لا بد أن نغسل يدينا منه الأمة الإسلامية، وأعوذ بالله من علم يوصل بصاحبه إلى هذا المستوى.